متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمر رياح البوارح بالهبوب في المنطقة الشرقية والمثيرة للأتربة والغبار وأيضا الموجات الغبارية، وتستمر هذه الرياح بالهبوب أيضا خلال الأيام القليلة القادمة. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الرياح المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وخلال أو حتى يوم الأحد يوم الجمعة. خلال ساعة النهار تهب هذه الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار، وتعمل على تدني الرؤية الأفقية في حفر الباطن الشرقية الإحساء وأيضا العاصمة الرياض. تتراجع شدة هذه الرياح خلال ساعة الليل لتعود وتنشط خلال ساعة ظهيرة وعصر يوم السبت، وتعمل على نشوء موجات غبارية وتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية على كل من حفر الباطن الشرقية الإحساء وأيضا العاصمة الرياض. تتراجع شدته أيضا خلال ساعة الليل على أن تعود وتنشط مجددا خلال ساعة ظهيرة يوم الأحد، وتشمل أيضا العاصمة الرياض بالرياح النشطة والأتربة المثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام مع 27 درجة مئوية المحسوسة 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة أيضا للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة. تستمر رياح البوارح بالهبوب المثيرة للأتربة والغبار، السبت 41 إلى 26 درجة مئوية، يوم الأحد 40 إلى 27، ويوم الاثنين 41 إلى 29 درجة مئوية. نذهب الآن لاستعراض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك أجواء حارة 39 إلى 27، عرعر 39 إلى 25، وسكاكا 39 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الغربية، مدينة جدة 37 إلى 30، المدينة المنورة 43 إلى 32، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 44 إلى 30، والطائف 36 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار، أبها 33 إلى 20، نفس الأجواء والحرارات في الباحة وجازان 38 إلى 33 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الشرقية، الدمام 39 إلى 32، الإحساء 43 إلى 30، وحفر الباطن 41 إلى 26 درجة مئوية مع رياح نشطة وأتربة مثارة. أيضا الرياح النشطة والأتربة المثارة تؤثر على المنطقة الوسطى، الرياض 41 إلى 26، بريدة 41 إلى 26 أيضا مع نفس الأجواء، وحائل الأتربة المثارة 37 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.